كنا اليوم بزيارة من قبل مجموعة من أطباء دائرة الصحة نينوى إلى السيد رئيس مجلس محافظة نينوى، واستمع سيادته إلى ما طرح من الأطباء الزائرين في خلال الاجتماع إلى بعض المعوقات وبعض الطلبات اللي حملونا كادر مستشفيات محافظة نينوى، ونقلناها بكل أمانة، ومنها القضية الرئيسية اللي يناشد بها معظم المحررين في الساحل الأيسر ومعظم كوادرنا اللي هي قضية الرواتب، ووعدنا بتذليل كل الصعوبات اللي تعترض عملنا كدوائر طبية نقدم الخدمة للمواطن، ووعدنا كذلك على استمرار هذه اللقاءات لديمومة العمل وديمومة التعاون بين الحكومة المحلية ورئاسة المجلس والدوائر الخدمية اللي الصحة تعتبر من الدوائر المهمة في تقديم الخدمات الطبية إلى هذه الشريحة اللي هي الساحل الأيسر في مدينة الموصل.